بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد الذي أرسله الله للناس رحمة وجعل وجوده نعمة وأنزل عليه القرآن الكريم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى الهداية، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنفرج بها القرب وينال بها الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. اللهم يا رب اجعل الصلاة عليه شفاء لأمراضنا ورحمة لأمواتنا وقضاء لحوائجنا يا أرحم الراحمين. وارض اللهم عن آل بيته الكرام والصحابة الأعلام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لقاء جديد نلتف فيه حول كلام الله الذي يهدي للتي هي أقوم، وأسأل الله تعالى أن يجعل مجالسنا هذه في ميزان حسناتنا، وأن يعلمنا فيها من هدي القرآن، وأن يجعل القرآن لنا نورا في قلوبنا وحياتنا وقبورنا وآخرتنا. اللهم آمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ونفسا قانعة راضية، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع يا رب العالمين. واليوم موعدنا مع موضوع جديد هو يعني مهم لدرجة أن أستاذنا الدكتور نور الدين عطر صاحب الكتاب رحمه الله تعالى قال هذا الموضوع هو بمنزلة الغاية والموضوعات الأخرى بمنزلة الوسائل لهذه الغاية. هذه مسألة مهمة. الموضوع يتعلق بالتفسير، تفسير القرآن الكريم، وهو يعني سيدنا الدكتور نور أحسن في هذا التعبير، فكل علوم القرآن خادمة لتفسير القرآن الكريم، وبيان ذلك واضح، لأن التفسير وهو العلم الذي يبحث في بيان مراد الله من كلامه، كل العلوم الأخرى من الناسخ والمنسوخ وأول ما نزل وآخر وما نزل والمكي والمدني والمحكم والمتشابه وغير ذلك من الموضوعات التي درسناها، وأيضا التي ربي عز وجل يوفقنا ويحيينا وندرسها ونكمل دراسة هذه الموضوعات، كلها خادمة لعلم التفسير. كلها خادمة لعلم التفسير، يعني أسباب النزول، المكي والمدني، أول ما نزل وآخر ما نزل، كلها خادمة لعلم التفسير. فهو يتكلم في هذا الموضوع عن التفسير، عن أصوله وعن مصادر التفسير. وهذا الموضوع تكلم فيه الكثير، بل إن بعض العلماء أفرده بالتصنيف، زي مثلا ابن تيمية رحمه الله له كتاب عنوانه مقدمة في أصول التفسير، وشرحها أكثر من واحد. كذلك تكلم عن أصول التفسير فضيلة المرحوم الأستاذ العلامة الدكتور محمد حسين الذهبي في كتابه التفسير والمفسرون. هو كتاب في مناهج المفسرين، لكن بدأه الشيخ في الكلام عن أصول التفسير، عن أصول التفسير.
وبطبيعة الحال الشيخ سيتعرض في كتابه أو في هذا الموضوع للكلام عن تعريف التفسير لغة واصطلاحا، وأيضا عن كلمة نسمعها كثيرا هي قريبة من مصطلح التفسير، ألا وهو مصطلح التأويل. عندنا مصطلح التفسير وعندنا مصطلح التأويل، يتكلم عن هذا الموضوع بإيجاز وعن العلاقة بين علم التفسير والتأويل. وبعد ذلك تكلم عن مراتب التفسير، ويتوالى الكلام إن شاء الله. بدأ الشيخ بتعريف التفسير لغة ويقول: التفسير، وهو معروف التفسير، لو أنا سمعت أحدكم يتكلم ولم أفهم كلامه أو لم أستوعب كلامه فأقول له: فسر لي كلامك، أو فسر لي ما تريد. كلمة فسر بمعنى بيّن ووضح لي ما تريد. إذن كلمة التفسير معناها التوضيح والبيان، التوضيح والبيان. وحتى في كتب المعاجم عندما يقول فسر أو عن الدابة، أي بينها، بمعنى رفع ما على ظهر الدابة. فمن معاني التفسير كشف الغطاء، من معاني الكشف التفسير كشف الغطاء، وهو يؤول إلى البيان والتوضيح. إذن التفسير في اللغة يدور حول معنى التوضيح والبيان، أو البيان والإيه والتوضيح. هذا من جهة اللغة. أما من جهة الاصطلاح فهناك تعريفات كثيرة لعلم التفسير اصطلاحا، وتكلم في هذا الإمام السيوطي في كتابه النافع الموسوعة، وهو كتاب الإتقان في علوم القرآن، وكذلك قبله الزركشي في البرهان، وغيرهما من ألف في هذا المجال. أغلق الباب، أغلق الباب. ولكن الشيخ اختصر على تعريف واحد نقلا عن السيوطي في الإتقان، وقال: التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم. علم يفهم به كتاب الله المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، و بيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. إذن علم يفهم به القرآن الكريم ويبين لنا معاني هذا القرآن ويساعدنا على استخراج ما في هذا القرآن من أحكام وحكم. هذا هو التعريف الذي اكتفى الشيخ بذكره. وهناك تعريفات أخرى، ولكن من التعريفات يعني القريبة إلى قلبي: علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله عز وجل من كلامه بقدر الطاقة البشرية، بقدر الطاقة الإيه؟ البشرية. وعبارة بقدر الطاقة البشرية مهمة جدا، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفته، وكما أنه لا يمكن لأحد أن يحيط بالله، فكذلك لا أحد يستطيع أن يحيط بمعاني كلام الله.
ولذلك حتى تجد في القرآن الكريم هذا الأمر واضح. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر وهكذا، لا يمكن لأحد أن يصل إلى آخر معاني كلمات الله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يمكن إحاطة العقول به، وكذلك أسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى، ولذلك لا يمكن لأحد أن يحيط بكل المعاني. ولذلك تجد أن منذ نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا، وتجد في مفاهيم متجددة ومعاني متجددة، لم يعني تجد في تفسير مؤلف في هذا العصر، تجد في معاني لم لا تجدها في تفسير منذ مثلا 100 سنة أو 200 سنة وهكذا. لماذا هذه المعاني الجديدة؟ ده خاصية من خصائص القرآن الكريم أن معانيه متجددة. يعني مثلا لو ضربت لكم مثالا، يعني والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، ويخلق إيه؟ ما لا تعلمون. عندما نزل القرآن الكريم هل كان القطار موجود معروف؟ هل كانت السيارة؟ هل كان الطائرة؟ هذه يعني أشياء مستحدثة في السنوات القريبة الماضية. فعندما تأتي إلى قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون، تجد مثلا إن أحد المفسرين كمثل الطائرة أو كمثل القطار أو كمثل الترام أو المترو أو السيارة وهكذا. بعد مثلا قرن من الزمن ربما تستحدث وسائل نقل جديدة، ربما تستحدث وسائل نقل إيه؟ جديدة. فتكون ممكن أن تضربها مثالا على تحقق هذه الآية الكريمة أو هذه الجملة الإيه القرآنية. ما الفرق بين كلمة خلق وصنع؟ نعم، ما الفرق بين كلمة خلق وصنع؟ وصنع صنع الله الذي أفطر كل شيء آه وخلق الله السماوات والأرض بالحق مثلا، إيه الفرق آه بين كلمة خلق وكلمة صنع بمناسبة ماشي. الخلق هو إيجاد الشيء على غير مثال سبق، إيجاد الشيء على غير مثال سبق ماشي، يعني خلق من عدم. أما الصنع فقد يكون فيه يعني الاحتذاء بشيء سبق، مثل رجل مثلا يأتي ويصنع لنا ماكينة أو آلة أو تليفون أو هكذا. ولكن حتى في الآية الكريمة صنع الله الذي أتقن كل شيء، ستجد إنه مهما كان الصنع في مجال البشر متقنا تجده لا يصل إلى درجة الإتقان، تجد فيه نقص في جهة من الجهات، بدليل إنه ممكن تشتري جهاز تليفون من أحدث الصيحات وبعد مدة يحدث فيه عيب أو يحدث فيه خلل، وتحتاج أن تراجع الشركة أو ما شابه ذلك، وهو بعد مرور فترة من الزمن تلقي به وتأتي بجهاز جديد وهكذا. لكن بقى صنع الله الذي أتقن كل شيء، يعني هذا الخلق من صنع الله، وما دام نسب الأمر إلى الله فالإبداع الذي وصل إلى درجة الإتقان الذي لا يضاهى ولا يقترب منه. إذن
الكلمة في على قدر الطاقة البشرية، على قدر الطاقة البشرية مهمة جدا كقيد في الايه في التعريف. هذا فيما يتعلق بالتفسير. أما فيما يتعلق بمصطلح التأويل فعندنا كلمة التأويل كمصطلح أصولي لها معنى، التأويل في مقابل المحكم والمؤول، ده مصطلح المحكم والمتشابه، ده باب في أبواب الفقه وفي أبواب علوم القرآن وكذلك في أبواب أصول الفقه وغير ذلك. فيعني استحالة حمل اللفظ على ظاهره، فنجد على نبحث عن معنى قريب نحمل عليه هذا اللفظ. ولذلك عندنا مثلا في الفكر الإسلامي في المؤولة وفيه المفوضة. المؤولة الذين يؤولون الصفات على معنى يتناسب مع تنزيه الله عز وجل عن صفات المخلوقات، يعني عندما أقول يد الله فوق أيديهم، وعندما أقول مثلا ما يكون من ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، هذه المعية، هل معية جسدية ولا معية مادية ولا معية بالعلم والإحاطة والقدرة إلى آخره. فهتجد أو الرحمن على العرش استوى وغير ذلك من الآيات اللي فيها الكلام. هنا بقى في حاجة اسمها التأويل، حاجة اسمها الايه؟ التأويل، بمعنى بأن عند المؤول أن أصرف اللفظ عن ظاهره وإلى معنى يتناسب مع ذات الله عز وجل وتنزهه عن مشابهة الايه؟ المخلوقات. وهذا يعني موضوع آخر ربما نتعرض له في باب المحكم والمتشابه. لكن المراد بالتأويل المرادف للتفسير، فهذا هو موضوع الكلام، هذا هو موضوع الايه؟ الكلام. كلمة التأويل في اللغة تعود إلى الرجوع، آل الأمر يعني رجع الأمر إلى فلان، أو آل الأمر إلى كذا يعني رجع الأمر إلى ما وصل إليه. فكلمة التأويل في اللغة معناها أو هي من الأول بمعنى الرجوع، من الأول بمعنى الإيه؟ الرجوع. والشيخ اكتفى بذلك وقال في التعريف الاصطلاحي للتأويل أنه بيان ما يرجع إليه معنى القرآن بمقتضى القواعد والنظر الدقيق. وهنا لابد من تفصيل، لأن الشيخ أجمل الكلام في هذه القضية. عندما، ودي حاجة يعني ربما تكون زيادة عما في ما في الكتاب، عندما نقرأ الآيات القرآنية التي وردت فيها هذه الكلمة، نجد أن التأويل في استعمال القرآن الكريم له أكثر من معنى. يعني مثلا وما يعلم تأويله إلا الله، المراد بالتأويل هنا التفسير. وهذا ما سلكه الإمام الطبري في تفسيره. عندما تقرأ في كتاب الطبري في التفسير تجد أنه يقول، يذكر الآية ويقول لك تأويلها كذا أو التأويل في هذه الآية كذا.
كلمة التأويل هنا تعني عند الإمام الطبري التفسير، وهذا يعني أن التفسير والتأويل كلمتان مترادفتان على معنى واحد. على معنى إيه؟ على معنى واحد. أرجو الانتباه لأن هذه المسألة فيها شيء من التفصيل. يبقى إذن قد يطلق التأويل ويراد به التفسير، وممن يعني سلك هذا المسلك الإمام الطبري، وعندما تقرأ فيه في كتابه تجد أنه يريد معنى التفسير بكلمة الإيه؟ التأويل. ماشي. عندما تجد مثلا ذلك خير وأحسن تأويلا في سورة النساء، التأويل هنا بمعنى العاقبة والمصير. ذلك خير وأحسن تأويلا يعني وأحسن عاقبة ومصيرا. عندما مثلا تقرأ في قوله تعالى، يبقى إذن خلي بالكم يا شباب من تعدد المعاني. عندنا التأويل بمعنى التفسير، عندنا التأويل بمعنى العاقبة والمصير، عندنا التأويل بمعنى وقوع المخبر به، وذلك في مثل قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله إلى آخر الآية. هل ينظرون تأويله إلا تأويله يعني وقوع ما أخبر الله به، ما أخبر الله إيه به. وأنا لا أريد الاستطراد في كل آية لأن أريد أن أتعجل. يعني أيضا عندما تقرأ في سورة يوسف عليه السلام ستجد هذه الكلمة تكررت أكثر من مرة. عندما مثلا في آخر مثلا السورة هذا تأويل رؤياي من قبل، إيه معنى تأويل رؤياي؟ ها؟ يعني تعبير وتفسير الرؤيا التي رآها. هتجد كلمة التأويل في سورة يوسف تكررت عندما مثلا في لما دخل السجن وكان معه فتيان ورأى أحدهما أنه إلى آخره، في آخرها وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. يبقى كلمة التأويل هنا في الآية دهية وفي أكثر من آية في سورة يوسف معناها تفسير مدلول الرؤيا التي رآها الرأي. هذه هي المعاني الواردة لكلمة التأويل في القرآن الكريم. يتبين من خلال كده إنه التفسير أعم من التأويل. يعني التأويل نوع من أنواع التفسير، التفسير أعم من الإيه؟ التفسير كمصطلح يستخدم في تفسير القرآن الكريم أعم ما من التأويل. ولذلك قالوا إن التفسير يكون في الألفاظ والتأويل يكون في المعاني، بمعنى إنه لما أجيب آية في القرآن الكريم الآية دي مكونة من كذا لفظ، زي مثلا الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. لو أنا جبت كلمة آية مالك يوم الدين هبتدي أتعامل مع لفظ مالك ويوم والدين واليوم والدين، أشوف معنى مالك في اللغة إيه، ده اسمه بقى تفسير. ويوم معناها إيه والدين معناها إيه، وبعدين آجي أنظر للآية كلها. النظر للألفاظ تفسير، والنظر للمعنى الكامل للجملة القرآنية أو للآية القرآنية معناها إيه؟ تأويل. ده رأي. ماشي. أيضا من الأقوال التي قيلت في العلاقة بين التفسير والتأويل إنه التفسير
ما جاء بيانه في القرآن أو في الصحيح ما ورد عن رسول الله أو الصحابة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة. ودي خلي بالكم، لأنه هنصل إلى قول بيقول التفسير ما كان رواية والتأويل ما كان دراية. التفسير ما كان إيه؟ رواية، والتأويل ما كان دراية، من قبيل الدراية. إيه معنى ما كان من قبيل الرواية بالنسبة للتفسير؟ يعني اعتماد التفسير يكون على إنه في آية القرآن فسرها، ده تفسير. آية سيدنا النبي وضحها وبينها، ده إيه؟ ها؟ تفسير. لكن آية لجأت فيها لإعمال الفكر واستخدام العلوم الأخرى واللغة والبلاغة وغير ذلك من العلوم المساعدة وأعملت فكري، هذا تأويل. هذا إيه؟ تأويل. يبقى في أكثر من قول في العلاقة بين التفسير والتأويل. لكن بداية قلنا إن التفسير مصطلح أعم من الإيه؟ من التأويل. ومن الناس من فرق بينهما فقال التفسير خاص بالألفاظ والتأويل خاص بالمعاني، التأويل التفسير خاص بالرواية والتأويل خاص بالإيه؟ ها؟ خليكم معايا، أيوة كده شاطرين، بالدراية. أيضا التفسير ده وجهة نظر أخرى، يعني التفسير ما فهم أو ما يستفاد من العبارة، والتأويل ما يستفاد بطريق الإشارة، ده التأويل. خلاصة الكلام إن التفسير هو بيان معنى ظاهر من اللفظ نفسه، والتأويل حاجة خفية محتاجة إعمال فكر، محتاجة استخدام ملكات معينة في استنباط واستخراج ما جاء في الآية القرآنية. من هنا الشيخ قال في التعريف الذي اختاره أن التأويل ما يرجع إليه معنى القرآن بمقتضى القواعد والنظر الدقيق. والنظر الدقيق، وإن شاء الله بأمر الله عندما نتكلم عن مراتب التفسير ربما يزداد الأمر وضوح. مراتب التفسير ماذا يعني بها الشيخ؟ معنى إنه الناس في تعاملهم مع القرآن على مستويات متعددة، ولذلك جاء عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال التفسير أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهله، وتفسير تعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. بمعنى إنه القرآن الكريم مكون من كلمات وجمل، هذه الكلمات والجمل منها ما يعرف عن طريق اللغة العربية. يعني مثلا لما أقول مثلا والضحى والليل، معروف الضحى إيه والليل إيه، حد يقدر يقول في هذا كلام آخر؟ لا، معروف الضحى هو وقت الضحى وهو بعد شروق الشمس بفترة،
والليل معروف الليل اللي هو الشمس تغرب والليل يعم والظلام يعم الدنيا. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، ما في واحد يجهل المعنى المراد بهذه الكلمة، زي المثال اللي احنا قلناه. وتفسير تعلمه العلماء، كلمات وجمل لا يتوفر علمها إلا لأهل العلم، وعندما يستشكل على واحد من العوام معلومة أو معرفة آية أو تفسير آية أو معنى كلمة بينطلق إلى العلماء فيسأل، فالعلماء هم الذين اختصوا بها بمعرفة هذه الأمور، خاصة العلماء الذين لهم صلة بالقرآن الكريم وباللغة العربية وبتفسير القرآن الكريم. إذن لا يمكن لأي أحد أن يفسر القرآن الكريم في بعض مواضعه إلا لمن تأهل لهذا، إلا لمن تأهل لهذا. وقد جاء عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه قوله: أي سماء تظلني أو أي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله بغير علم. من قائل هذه العبارة؟ سيدنا أبو بكر صديق الأمة، يعني تحشم و يعني لم يرضى لنفسه أن يدخل هذا المجال ويقول في تفسير القرآن الكريم بدون علم، لابد أن يكون. وهو من هو؟ فإذا كان حال أبي بكر بذلك فغيره أولى، إن هو لا يتكلم في القرآن إلا بإيه؟ بعلم. وسندرس فيما بعد شروط المفسر، إن يكون جامع للعلوم العربية والعلوم الشرعية وعنده ملكة وصاحب دين وإلى آخره، جملة حوالي أكثر من 20 علم العلماء اشترطوها في من يتعرض لتفسير الإيه؟ القرآن الكريم، أكثر من 20 علم إضافة إلى الملكة. يعني ممكن واحد يحصل العلوم وليست عنده إيه؟ ومع الملكة لابد أن يكون صاحب دين، أن يكون صاحب إيه؟ دين، لأنه ممكن يكون عنده علم وعنده ملكة ويفسر، ولكن دينه لا، يعني قلة دينه تجعله لا يتورع إنه يفسر على غير الصحيح، أو ما لا يفسر على ما يتناسب مع كلام الله عز وجل. وتفسير لا يعلمه إلا الله، إيه معنى تفسير لا يعلمه إلا الله؟ هناك آيات وجمل قرآنية لا يصح للإنسان أن يتكلم فيها. يعني ربي عز وجل في الآية التي في سورة أول سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة والعياذ وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إيه؟ إلا الله. وما يعلم تأويله إلا الله. هناك آيات يعني من الأمور التي فوق قدرات البشر، يعني موعد الساعة دي هل أحد يستطيع أن يعلمه؟ هل أحد يستطيع أن يعلم ما في غد؟ الآية اللي هي مفاتيح الغيب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فدي أمور لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. الشيخ هنا بقى بيفسر الكلام اللي قاله سيدنا
حبر الأمة سيدنا عبد الله عبد الله بن عباس: التفسير الذي تعرفه العرب بلغاتها، فهو ما يرجع إلى اللسان العربي من اللغة والإعراب وعلوم العربية. أما التفسير الذي لا يعذر أحد بجهالته، فهو ما يظهر للأفهام معرفة معناه من القرآن ظهورا لا خفاء فيه. يعني مثلا لما تيجي تقرأ مثلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. كلمة سجدا وقياما معناها يعني يجتهدوا في الصلاة بالليل، يبيتون يعني يقطعون ليلهم في الطاعة والصلاة بين يدي الله تبارك وتعالى. هذا معنى ظاهر لا يحتاج إلى تأويل يعني، أو إلى إعمال فكر. أما التفسير الذي يعلمه العلماء، فهو ما يرجع إلى اجتهادهم ودقة نظرهم في استنباط دقائقه من المعاني الخفية أو أوجه البلاغة المعجزة أو الأحكام الفقهية أو غير ذلك بحسب اختصاص العالم الباحث. يعني الفقيه لما يجي ينظر في آيات الأحكام ويستخرج الأحكام، الرجل العامي لا يصل إلى هذه الدرجة. يعني مثلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله إلى آخره، وابن السبيل. لما تيجي تتكلم مثلا كلمة الغارمين دي، أو في الرقاب، ما معنى في الرقاب؟ يعني هل المكاتبين، يعني العبد المكاتب، ولا وابن السبيل أو اللي هو المسافر الذي انقطع عن أهله وليس معه ما، أي مسافر؟ هل السفر يكون في طاعة؟ طب افرض واحد مسافر وانقطع عن أهله وسفره في معصية، هل أعطيله الزكاة؟ دي أمور كلها لا تتوفر للعامة، ولكن أهل التخصص من أهل الفقه هم الذين يتكلمون في هذه المسائل. كذلك ما يتعلق بالأمور البلاغية في القرآن الكريم، يعني مثلا: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من من الرحمة. الجناح معروف انه للطائر، يعني وهنا معناها ان انا اجي اخفض جناحي، هل انا طائر حتى اخفض جناحي امام والدي؟ والخفض بمعنى الضم يعني عند وهكذا، ولكن ده ينبغي فيه إشارة إلى أنه ينبغي أن تكون أمام والديك كحال ذلك الطائر، بمعنى الانكسار والخضوع والتذلل، كحال هذا الطائر الذي خفض جناحيه. فدي أمور: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. محتاجة نتكلم في البلاغة، ومحتاجة واحد يبين لنا ما في: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ ده فيها أنواع من البلاغة، يعني بمعنى إنه الآية بتتكلم في عدم في التحذير من الغيبة، وقال لك إن الإنسان اللي بيغتاب أخيه كحال ذلك الذي يأكل لحم أخيه وهو الميت، لحم أخيه الميت. انظر: أصبح الأمر المذموم محبب، أيحبه، وبعدين لحم أخيه، ها ده أسلوب تاني هو في التحذير من الغيبة. لحم أخيه مش لحم حاجة حلال،
يعني هل حتى الحيوان منه ما هو حلال أكله ومنه ما هو حرام إيه أكله؟ وبعدين حتى في الحيوان اللي أحل الله لك أن تأكله حرم عليك أن تأكل لحمه إذا مات ولم يزك، ماشي؟ يعني لحم أخيه، وبعدين إيه ميتًا، يعني مش لحم يحل أكله، وبعدين حتى لو يحل أكله وهو بعد الذبح على الطريقة الشرعية لا يحل لك إذا مات بلا تزكية، يعني بلا ذبح شرعي يعني. لا، تلحم أخوك ولحم أخوك ده ميت كمان، وبعدين هذا الأمر أنت بتحبه والعياذ بالله. دي كلها أساليب، مين اللي يقدر بقى يوصل لنا الحاجات دي كلها؟ عالم، مش واحد عادي، مش واحد إيه عادي. وهكذا. أما القسم الرابع وهو تفسير لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، هو ما يتعلق بالأمور الغيبية. ما يتعلق بالأمور الإيه؟ الغيبية، زي متى علم الساعة و غير ذلك من الإيه؟ من الأمور التي غيبها الله عنها. ينتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى أقسام التفسير من حيث المنهج العلمي. وطبعا كلنا عارفين إنه التفسير فيه مدرستان، التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. التفسير بالمأثور هو التفسير الذي يعتمد على نقل الروايات الواردة، أو تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح، وكذلك عن الصحابة، وكذلك عن التابعين. هذا هو التفسير المأثور، بمعنى إن أنا أجي صورة معينة أبتدي أفسرها، أقول إذا كان فيها بآية فسرت في آية تانية في القرآن، وسنعلم بعد ذلك تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة، وتفسير القرآن بأقوال التابعين. هنجد إنه هذه المدرسة التي تعتمد على ذكر هذه المصادر تسمى مدرسة التفسير بالإيه؟ بالمأثور. و يقابل هذه المدرسة مدرسة أخرى تسمى مدرسة التفسير بالرأي، والشيخ هيتكلم عنها فيما بعد. لكن تكلم في أن مدرسة التفسير بالمأثور فيها كثير من الغث، أو ما يعرف بالدخيل. وأن أسباب الضعف الذي تخلل التفسير بالمأثور سببه دخول الإسرائيليات، سببه كثرة الوضع في التفسير، سببه حذف الأسانيد. وكل عنصر من هذه العناصر الثلاثة الشيخ أفاض الحديث فيها. نحن قلنا إن التفسير بالمأثور يعتمد على ذكر الروايات الواردة عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عن الصحابة، وكذلك عن الإيه؟ عن التابعين. يعني الصحابة ورد طبعا كان عندهم مدرسة التفسير، الصحابة في التفسير على رأسها سيدنا عبد الله بن مسعود وعدد كثير من الصحابة، وكذلك مدرسة التفسير في جيل التابعين ومن بعدهم. عندنا مثلا سفيان بن عيينة، عندنا
شعبة بن الحجاج وغير ذلك. وهذه الروايات جمعها سيدنا ابن جرير الطبري، جمعها مين في تفسيره؟ جامع البيان في تفسير القرآن. وقد اتهم ابن جرير الطبري بأنه ذكر روايات كثيرة جدا غير صالحة للاحتجاج، يعني روايات ضعيفة وروايات موضوعة وغير ذلك. والحقيقة إن الإمام الطبري كان له دوره كان متمثل في جمع الروايات التي أتيحت له واطلع عليها ونقلها ورواها. وعندما تقرأ في تفسيره تجد إن الشيخ حشد روايات كثيرة جدا، نقلها بالسند، نقلها بالإيه؟ بالسند، فلان عن فلان عن فلان، فلان عن فلان عن فلان. يبقى دور الإمام الطبري جاء الجمع، وترك للأمة بعد ذلك غربلت هذه الروايات، غربلت هذه الروايات ودراسة أسانيدها ومعرفة الصحيح منها ليقبل والغث منها ليترك. لكن أهجم على أو أهاجم على الإمام الطبري وأقلل من شأنه، أقول لك عذرا قف. الشيخ كان له دور وهو جمع الروايات، لأنه لو دقق في صحة الروايات وبحث عنها وعن درجتها من الصحة ربما ترك الكثير من الروايات الصحيحة. فكون انه ربنا عز وجل اكرمه وقيد لنا في كتابه الموسوعي جامع البيان هذه الروايات، يكفيك هذا ولك كل الشكر، وندعو لك ليلا ونهارا على ان نقلت لنا هذه الروايات. اترك لنا يا امام او لمن جاء بعدك دراسة هذه الروايات باسانيدها وتفنيدها وتصنيفها، هذا صحيح وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. يعني تخيل كده انه ما جاش الامام الطبري ولا نقل لنا الروايات ديت ولا الف لنا الكتاب هذا، كان كثير جدا من الروايات الوارده عن الصحابه والتابعين واتباع التابعين غير موجوده الان بما فيها الصحيح، بما فيها الايه؟ الصحيح. فخدوا بالكم من النقطة دي جيدا، لأن الشيخ هنا قال إيه؟ وقد جمعها ابن جرير في تفسيره الكبير، واتكلم بعد كده على أسباب الضعف في التفسير بالمأثور، وقال إن أسباب الضعف في التفسير بالمأثور ترجع إلى ثلاث أمور: دخول الإسرائيليات، حذف الأسانيد، كثرة الإيه؟ كثرة الوضع. بدأ في الكلام عن الإسرائيليات، وطبعا الإسرائيليات هذا المصطلح يراد به ما تسرب إلى التفسير من الثقافات اليهودية والنصرانية، وطبعا الإسرائيليات ديت وهي الروايات اللي نقلت عن بني إسرائيل وعن النصارى الذين دخلوا في الإسلام أو اختلط بهم بعض الصحابة أو بعض التابعين فنقلوا عنهم هذه الروايات ظنا أنها يعني تصلح وتقبل في التفسير، وهذا مجال هنتكلم عنه فيما بعد. فتسربت هذه الإسرائيليات إلى كتب الإيه؟ إلى الروايات في التفسير. والشيخ هنا تكلم عن هذه القضية، هل يجوز لي أن أنقل عن
اليهود أو غيرهم رواية أو شيء يتعلق بالقرآن الكريم؟ عندنا في جملة من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تعالج هذه القضية. ولكن بداية، لماذا أطلق على هذا اللون أو هذه الروايات إسرائيليات ولم نقل نصرانيات مثلا؟ لماذا نقول إسرائيليات مع إن لما جينا عرفنا الإسرائيليات قلنا إن هي ما تأثر به التفسير من الثقافة اليهودية والثقافة الإيه؟ النصرانية. طب قلنا ليه قلنا إسرائيليات ولم نقل نصرانيات؟ فتح الله عليك يا شيخ مصطفى، لأنه معظم ما جاء في هذا الباب جاء عن بني إسرائيل عن اليهود، فأطلق على هذا اللون الإسرائيليات من باب الغلبة، من باب الإيه؟ لأنه الأغلب في هذه الروايات جاء عن بني إيه؟ عن روايات إسرائيلية، فأطلق عليها إيه؟ نصرانيات ولا إسرائيليات. ولو جاء عن غيرهم بروايات أكثر كانوا أطلقوا عليها إيه؟ غير ذلك. فيما يتعلق بحكم النقل عن هذه الروايات، هنجد عندنا أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم له مواقف، موقف متطور، بمعنى ان في البدايه كان ليه موقف وحصل تغيير في هذا الموقف الى ان وصل الى المرحله الاخيره. ثلاث مواقف، ثلاث مراحل. المرحله الاولى في يوم من الايام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جالس فدخل عليه سيدنا عمر بن الخطاب، صلوا على حضره النبي، ومعه ورقه من التوراة، ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسرور وفرح أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بورقة من كتاب له صلة بالسماء. يعني علاقة الورقة دي بالسماء كعلاقة القرآن. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أمتهوكون يعني أمتحيرون؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية. أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب يعني أمتحيرون فيها يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها يعني بالعقيدة التي جاءت بها هذه الملة، بهذا الدين، بهذه الملة، بيضاء نقية يعني لا فيها تحريف ولا تغيير ولا تبديل كغيرها من الملل التي حرفت وإيه وبدلت. ثم نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سماعهم والأخذ عنهم. ماشي يا جماعة؟ يبقى أول حاجة إن سيدنا النبي لا نسمع ولا نروي عنه، ماشي؟ دي مرحلة. المرحلة الثانية إنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله. دي تطور بقى. يعني في الأول كان نهى عن الإيه؟ مجرد إن أنت تسمع، وده لأنه حفاظا على الدين الجديد من أن يختلط به شيء من أفكار الأديان الأخرى المتقدمة، فكان نوع من الحفاظ اقتضى إن أنا لا أسمع إلى أي شيء من أي ملة إيه أخرى ولا من أي ثقافة أخرى. نعم، نهي تشريع ولا نهي اتجاه؟ الاثنين. نهي إيه؟ نهي تشريع.
تشنيع تشريع أم نهي احتجاج؟ يعني مثلا تشريع في ذلك الوقت. هل يدخل في هذا النهي عن مجادلة أهل الكتاب؟ لا يا أستاذي، دي حاجة ودي حاجة، احنا انتظر حتى نعرف خاتمة المطاف في هذه المسألة. يبقى المرحلة الأولى نهى عن السماع، والمرحلة الثانية أباح السماع، ولكن لا نصدق ولا نكذب. لا نصدق ولا إيه؟ ولا نكذب. يعني أنا سمعت رواية إسرائيلية، الله أعلم، سيدنا النبي قال كده، هو لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بإيه؟ بالله. خلاص. فلم يسألوهم عن شيء يتصل بالعقيدة، ولم يعدلوا عما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. وهكذا لم يخرج الصحابة عن دائرة الجواز التي حددها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في المرحلة الثالثة قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ها المرحلة الثانية هي بقى، أو الأخيرة هي، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا إيه. يبقى الأول مرحلة النهي عن السماء، المرحلة الثانية النهي عن التصديق أو التكذيب، ماشي. وبالتالي النهي عن التصديق أو التكذيب أنا مش هروي عنهم ولا أقول قلمهم، ولكن أسمع لكن لا أصدق ولا أكذب. المرحلة الثالثة أجاز لهم ها الرواية عنهم، ماشي. متى أجاز لهم الرواية عنهم؟ لما أصبح عند المسلمين القدرة على تمييز المقبول من المرفوض. واخدين بالكم؟ بقى الصحابة عندهم من المعرفة والعلم ما يستطيعون به التمييز بين ما يقبل من هذه الروايات وما لا يقبل من هذه الروايات، ماشي يا جماعة. لأن ممكن واحد يقول لك فين سيدنا النبي بيقول كذا ورجع بيقول كذا. هي القضية مرتبطة بزيادة الوعي عند الأمة، زيادة الوعي عند الإيه؟ عند الأمة. الصحابة في البداية كان ليس عندهم القدرة العلمية والمعرفية اللي بها يستطيعوا التمييز بين المقبول والمرفوض، لذلك في البداية قال لهم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. لكن لما أصبح عندهم وعي، ولذلك هتجد من الروايات أن سيدنا أبو هريرة مثلا هيسمع من اليهود ويرفض كلامهم، أن في ساعة الإجابة اللي هي في يوم الجمعة تأتي مرة في السنة. لما سأل الساعة دي مرة في السنة ولا مرة في الشهر ولا مرة فين، فأجابوه بأن هي مرة في السنة، فرفض كلامه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه. وهنأتي على هذه الرواية. إذن أصبح للصحابة عند الصحابة قدرة على تمييز الغس من الإيه، أو الصحيح من السقيم، والمقبول من إيه، من المردود. ومن هنا أباح لهم لما وصلوا إلى هذه المرحلة، أباح لهم التحديث عن بني إسرائيل، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من الإيه، من النار. من هنا يعني هتجد إن الصحابة كانوا ممكن يسألوا أهل الكتاب، وكانوا بيسألوهم في أمور لا تمت العقيدة، يعني في مجالات معينة ما كانوش يقربوا منها ولا يسألوا أهل الكتاب فيها. أمور مثلا متعلقة بقصص الأنبياء، أمور متعلقة بأمور أو بمعلومات لا صلة لها بالأمور العقائدية أو التعبدية، ماشي. هتجد الشيخ هنا بيتكلم عن مرحلة التابعين، أن التابعين توسعوا في الأخذ عن اليهود أو عن أهل الكتاب، ومن هنا ظهرت روايات كثيرة جدا إسرائيلية تسربت إلى كتب كتب التفسير. ويتكلم بعد كده عن أثر الإسرائيليات في التفسير.
تسرب الإسرائيليات في إلى التفسير ولكن قبل أن يعني أتكلم في هذه في هذه المسألة أتمم موضوع الإسرائيليات. العلماء لما جم نظروا إلى هذه الإسرائيليات وجدوها إن هي تنقسم إلى ثلاث أقسام: قسم موافق لما عندنا، وقسم مخالف لما عندنا، وقسم لا يعرف له موافق ولا مخالف. قسم موافق لما عندنا، وقسم مخالف لما عندنا، وقسم لا يعرف له موافق ولا مخالف. أنا طبعا كرجل قرأت هذه الأحاديث النبوية في موقف النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الإسرائيليات، سأتعامل مع هذه الإسرائيليات من خلال هذا التقسيم الذي ذكرته. أولا، موافق لما عندنا أقبله، واخدين بالكم، ما دام سنده صحيح ولا وهو موافق لما عندنا فأقبله. ومثال ذلك حديث أخرجه البخاري، يعني حديث جاء عن واحد يهودي وأخرجه البخاري، لما سأل عمرو بن العاص هل النبي صلى الله عليه وسلم موصوف في كتابكم، فقال إنه موصوف في التوراة كوصفه، أو موصوف في الإنجيل كوصفه في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولكن يعني الرواية يعني بقولها باختصار: ويعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة يقيم به الملة، يعني يصحح به الملة العوجاء. ماشي، هذه الرواية موافقة لما عندنا ولا مخالفة؟ ده في عندنا آية: إن أرسلناك شاهدا مبشرا وإيه ونذيرا. نفس النص موجود عنده: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، إلى آخر الرواية. هل أنت إذا قرأت هذه الرواية هتردها عشان واحد يهودي اللي قالها؟ لا، سندها صحيح وموافقة لما عندنا، وموافقة لما إيه؟ لما عندنا. يبقى ده تقبل. ومن هنا العلماء قالوا ما جاء موافقا يقبل. عندنا أيضا بالمقابل بقى المخالف لما عندنا. عندما تأتي إلى قضية ما وتقرأ فيها رواية عن بني إسرائيل مثلا فيها مخالفة لما عندنا أو في لما استقر عندنا سواء في القرآن أو في السنة، في أمر ما، سواء كان أمر متعلق بالعقيدة أو أمر متعلق بالعبادة، مخالفة صريحة. يعني مثلا زي ما قلت لكم دلوقتي إنه قالوا إن الساعة اللي بيستجاب فيها الدعاء في يوم الجمعة دي بتأتي مرة في السنة، ويرد عليه سيدنا أبو هريرة وقال له: لا، ده دي في كل أسبوع كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد هذه المعلومة التي جاءت عن بني إسرائيل. هناك أمور بقى لا يعرف لها موافق ولا إيه ولا مخالف، أعمل فيها إيه؟ يعني مثلا خاصة فيما يتعلق بالقصص القرآني، أسماء مثلا إخوة سيدنا يوسف، لون الكلب اللي كان مع أهل الكهف،
واسم الكلب ده كان ايه، والعصايه اللي كان مع سيدنا موسى دي، العصايه الشجره اللي جاي منها العصايه دي كانت شجره ايه، ماشي، وما شابه ذلك. هذه امور لا يعرف لها موافق ولا مخالف. ومن هنا قال العلماء اننا بتوقف في ايه، في صحتها، بتوقف في ايه، في قبولها، لا اقول ان هي غلط ولا اقول ان هي ايه صح. ولكن كثير من هذه الروايات تجد فيها تعارض، يعني مثلا عندما تفتح تفسير الطبري انه اسماء يوسف كذا كذا كذا، وفي رواية تانية بتقول كذا كذا كذا، انه مثلا اسماء الحيوانات اللي ركبت مع سيدنا نوح في السفينة، اسم الكلب اللي هو أصحاب الكهف ولونه وأوصافه وكذا إلى آخره. هذه الروايات أنا أتوقف فيها، ما دام لا عندي موافق ولا مخالف بأتوقف إيه؟ بأتوقف إيه؟ بأتوقف فيها. ومن هنا قال الشيخ هنا تنقسم الإسرائيليات إلى ثلاثة، معلش خلوا ثلاث ديت ثلاثة أقسام، عملوها تاء مربوطة بصفحة 76، وكتابها إلى ثلاث أقسام، دي خلق خطأ مطبعي. ثلاثة أقسام: الأول ما يعلم صحته بالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح مقبول، وكذا إذا كان له شاهد من الشرع يؤيده. الثاني ما يعلم كذبه فلا يصح قبوله ولا روايته. هذا من حيث الصحة، هذا من حيث الصحة. لكن في تقسيم آخر من أقسام الإسرائيليات من حيث القبول والرد اللي أنا قلت لكم عليه، موافق مخالف إيه، لا يعلم له موافق ولا مخالف. أما من حيث الصحة ممكن أنت تضيف هنا بيان: وتنقسم الإسرائيليات من حيث الصحة إلى ثلاثة أقسام. في سند صحيح وفي سند صحيح، ودخل هو فيه بقى هنا في خلط في الموضوع ده، انه دخل القسم الثالث هو المسكوت عنه، لا هو من الاول ولا من الثاني فلا نؤمن به ولا نكذبه. دي بقى من حيث القبول وايه وعدمه. موقف المفسر ازاء الاسرائيليات: انا كرجل باجلس وأفسر القرآن الكريم، لا أجلس مجلسي هذا إلا إذا كان عندي علم بمجال الدخيل في التفسير، سواء دخيل في التفسير بالمأثور أو الدخيل في التفسير بالرأي، فلا أروي رواية. وديت مشكلة كبيرة جدا بيقع فيها بعض الخطباء الذين يصعدون المنابر ويأتون بروايات إسرائيلية قد يتأثر بها المستمع، ولكن لا يجوز له أن يروي أو يذكر هذه الرواية لأنها رواية إسرائيلية فيها مشاكل، إما من جهة سندها وإما من جهة عندي في ديني ما يتعارض معه. ولكن الشيخ ذكرها بمجرد الإيه، لتعجب، لينال إعجاب الناس. هنا عندنا مدام جلست للتفسير يكون عندي من النباهة واليقظة ما يجعلني لا أذكر مثل هذه الإسرائيليات المخالفة أو التي لا يعرف لها موافق ولا إيه ولا مخالف، أكتفي بما صح وبما يقبل من هذه الإيه الرواية. ولذلك قال: يجب ألا يرتكب النقل عن أهل الكتاب، أو ألا يرتكب النقل عن أهل الكتاب إذا وجد في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بيانا للقرآن الكريم. لأنه الحقيقة هذه الروايات فيها كثير جدا من المشاكل فيما يتعلق بعصمة الأنبياء وغير ذلك
مما يضر ولا ينفع. ولذلك تجد إن الإسرائيليات تضر بالعقيدة، يعني عندما تقرأ رواية إسرائيلية إنه ربنا خلق الدنيا في 6 أيام واستراح في اليوم السابع، ريح في اليوم السابع لأنه كان تعب، هل هذا يتماشى مع نزاهة الله، تنزيه الله عز وجل سبحانه؟ لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لما تيجي تقرأ إنه نبي من الأنبياء زنى، موجود عندهم في الروايات الإسرائيلية، ماشي، وغير ذلك من الأمور التي يعني تتعارض مع العقيدة فيما يتعلق بالله وفيما يتعلق بأنبياء الله عز وجل. والحمد لله تبارك وتعالى عندنا في الأزهر الشريف وكلية أصول الدين رائدة في هذا المجال، إن هي أعادت أول حاجة يعني اعتمدت مادة تدرس في أقسام التفسير اسمها الإسرائيل، الدخيل في التفسير، الدخيل في الإيه، كل العلم ده يدور حول هذه المسألة، الإشارة وبيان ما ورد في كتب التفسير من الدخيل، سواء دخيل بالرأي في بالمأسور أو دخيل في التفسير بالإيه بالرأي. هذا أمر يعني جعلوا في المقررات الدراسية وفي المنهج الدراسي مادة الدخيل في التفسير. الأمر الثاني أنها وجهت عدد كبير جدا من الباحثين لتتبع هذه الروايات اللي موجودة في هذه التفاسير وبيان ما فيها من هذه الروايات الإسرائيلية. هتجد عندنا الدخيل في الطبري، الدخيل في تفسير الرازي، الدخيل في تفسير ابن كثير، الدخيل في تفسير كذا، الدخيل في تفسير كذا، ويعني لهم جهد كبير جدا في هذا الايه في هذا المجال. يبقى إذن والحمد لله يعني كلية أصول الدين عندنا رائدة في هذا المجال، وسار على دربها عدد من الجامعات الإسلامية في الوطن العربي والإسلامي على هذا المنوال. ويجب أن يستفاد منها، أن يستفاد من هذه الرسائل العلمية عند إعادة طبع هذه التفاسير، يجب أن يستفاد من هذه الرسائل العلمية عند إعادة طبع هذه هذه التفاسير. والحمد لله يعني اللي بيتعرضوا لتفسير القرآن في هذه الأيام ابتعدوا عن هذه الروايات، الحمد لله تبارك وتعالى. أشهر الرواة للإسرائيليات عبد الله بن سلام، كعب الأحبار، وهب عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، دول من الصحابة وكذلك من التابعين. يعني عبد الله بن سلام هذا صحابي جليل، وهكذا. نكتفي بذلك إن شاء الله، والأسبوع القادم بنستأذنكم، والأسبوع اللي بعده في دورة مكثفة لدراسة كتاب زبدة الإتقان في علوم القرآن، في دورة مكثفة تبقى 3 ولا 4 على مدى أسبوعين. طبعا لانشغالي في هذا الوقت بهذه الدورة بأستسمحكم إنه هنتوقف في دراسة هذا الكتاب لمدة 2 أسبوع إن شاء الله. طب واللي حب يحضر معنا الدورة ديت يعني هندرس فيها كتاب مختصر كامل يعني موجز لكتاب الإتقان في علوم القرآن اسمه زبدة الإتقان، وهذا الكتاب لأحد أعلام الأمة الشريف الحسني محمد بن علوي المالكي، محمد علوي
المالكي المكي الحسني الشريف، وهو من أهل مكة، وكان له درس في الحرم المكي، وهو شريف وله كتب نافعة، وربي عز وجل يرحمه ويغفر له. من باب اختصر هو كتاب الإتقان للسيوطي، وسندرسه إن شاء الله في هذه الدورة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن ينفعنا بما علمنا، اللهم آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله. دكتور، ما الفرق بين الملكة والموهبة؟ نعم، الملكة والموهبة الفرق بينهما؟ ماشي، الملكة بيبقى حاجة ذاتية، لكن الموهبة بيبقى نعمة من الله.